هاي مشاهدينا مكملين معكم بفقرات لايف وصار وقت فقره باتس مثل كل تنين عم نعرفكم على انواع جديده من الكلاب ومواضيع خاصه بالباتس آه اليوم معنا لاكي اللي هو بيجل رح نحكي عن هيدا البريد بريد البيجل اللي بنجرب قد ما فينا نعرفكم على بريد جديد رح نعرفكم على لاكي على كاركتر لاكي شو بيميزه لكل الاشخاص اللي حابين يمكن يجيبوا كلب ومش عارفين شو بدهم يجيبوا او بحبوا يعرفوا يمكن اكثر معلومات عن البريدز شو بيميزهم شو كاركتيرهم وهذا لكي بلش يغني <applause> رح نعرفكم عليه اليوم ومعنا مسيو هوفيك اهلا وسهلا فيك معنا اليوم اهلا وسهلا فيك جايين نعرفهم للمشاهدين على لكي لكي هو بيجل بيجل وبدنا نحكي عن البيجل English. ايه بدك تخبرنا عنه تخبرنا عن كاركتره هيز فيمس لكي منه حيلا كلب هيز اولريدي فيمس ايه هيز فيمس لكي ليتل بيت سبيسيفيك دونك يعني منه هين ومنه صعب بنفس الوقت اوكي okay. بس واحد بده يكون عنده صبر حتى يقدر يتاقلم معه اكيد بده يكون عنده صبر لكل يعني الكلاب بعدين نوعه نوع شو اسمه شو بيقولوا هانتينج دوغ مزبوط بحب يعني بحبوا الباك بحبوا جروب يعيش بالجروب اوكي عرفتي كيف بحب الجروب بحب الطبيعه بس مشكلته مشكلته انه لما يزهق كارثه اوكي مثل ولد صغير بده اتنشن فوق اللزوم فوق الزوم يعني منه هين هو هيك ولا هن اللي بقرا اليوم بنحكي عن, عن البيجل بيجل ان جنرال يعني ان جنرال اوقات نحن عم نمشي على الطريق بيكون شخص عنده بيجل جديد بيقول لنا قد صار له هيدي هيك بيفكروا انه هيدي برا هيدي بس بقلب البيت منه هيدا منه هيدا لانه الكومفرت زون تبولته بالبيت معوض ومعود بيكون قاعد وغنوج غنوج كلهم غنوجين فوق اللزوم بتكون انت كمان عم فوق يعني. <applause> <applause> بتكون اكيد انت كمان يعني نحن الاشخاص وقت يكون عندنا كلاب م. كمان بنعودهم من من على اشياء نحن بنغنجهم من من نحن بننزعهم اوقات نحن بننزعهم مثل الاولاد الصغار مثل ما بتربي للكلب بيتربي فمبين انه لاكي كثير مغنج هيز لاكي اصلا لأنه تيكون هالقد مغنج كيف تجبته ل ل لقيت لأ... إيه تجيب البيجل شو القصه لأن... مرتي هي السبب لجيب البيجل م. لانه مثل ما خبرتك كان في صوره بيجل حامل ورده إيه؟ بالانترنت ما إيه؟ مره بعثت لها اياها وهي حفظته وبدون ما تقل لي يوم من الايام قالت لي بدنا كلب شو كلب؟ انا كان عندي برجي مالينوا ايه اه طبعا على الكلب الكبار إيه بس هي لما تعرفت عليها ما قبلت الكلب لانه كبير إيه؟ مش خارج بيت اكيد انا معود عليه بس هي ما تعود هذا مين؟ لا عم اشوفه بالصورة هذا آه شو اسمه اورست بفرنسا هي اه اوكي سنة التسعينات هذا كان لك كمان؟ كان لإلي هذا قبل لك هذا غير شكل غير قصة آه. غير قصة كومبليتلي، يعني مت... أنت حدا بحب الحيوانات وصار جايب كذا كلب، شو قصته هيدا؟ آه الأورست كنت بفرنسا سنة التسعين ل 93 صاحبي كان مربيه سبعة ثمان أشهر تركه لان شغله بالتريكو كلب وتريكو ما بينفع وبر على التيب, على التيب. أه. اكيد كرمال هيك تركه وانا اخذته اوكي وضل ودال... ضل معي ست سنين وجبته معي من فرنسا على لبنان اوكي شو عاد صار في هون بلبنان؟ بلبنان كان في صاحبي كان عمره شي 12 13 سنه اسمه مارك طعمه امم بيحب الحيوانات مثلي بيجيب هامستر كلب دجاج بط وز بيحب الحيوانات كان مجنون مثلي اوكي وبلش معه يمشي معه ومن وراء صار فيتيرينير اه باوكرانيا هالقد اه. وهو بيعمل بريدنج للبيجل اختصاصه بالبيجل كمان أوكي. لما قالت لي مارتن انه بدي كلب كذا حكيته دغري قلت له بدك بيجل بعث لي بيجل هي <applause> اوكي يعني قصته حلوه للاكي ما انه جايه من وراء قصه بشعه لانه في لا اكثر لا كلاب يمكن بيجوا معنا بيكونوا ريسكيو يكون في هيستوري يمكن بشع بس آآ. فاينلي لقوا عائله تتبناهم ويعيشوا حياه منيحه لاكي هيز لاكي لانه مية مية. خلق مثل ما لازم يخلق بانفايرمنت منيح اجى عايش عندكم مع العائله صار عمره ثلاث سنين اليوم لاكي بدنا نحكي شوي اكثر عن الكاركتر تبع البيجل ذي ار فريندلي يعني بتحس اذا في اولاد بالعائله هيز فريندلي اول يوم جبته من آه من الطياره اول ما وصلوا لعندي كانه بيعرفنا صار له زمان اوكي هو من عمره شهر ونص من اوكرانيا اوكرانيا شهر ونص كان وكانه بيعرفنا صار له سنين يعني هذا ا جود حيوان آه كلب منيح اذا في عائله ولاد ابدا ما بيأذي الاولاد بيخاف من الاولاد بس ما بيأذي اوكي وطريقه التعليم من النوع اللي بتحسه فاست ليرنر يعني بتعلم بسرعه كتير زكي. ولا بتحسه سلو شوي كتير ذكي بس عنده شوي ديستريكت مثلا بيحب البسينات كتير ايه هلا عم نشوفه عم بيلعب مع البسينه البسينه هيدي اسمها كوكي. كوكي, اسمه دكر هو اوكي كان عمره 3 شهور اشهر مكسور وركه ابني لاكي لاقيه اوكي وريسكيود و... يعني ايه ريسكيود وجبناه على البيت وانا ضد بسينات كنت انا ولا ممكن آ... تحب بسين بحب البس... ما كنت باذيهم بس أيه. ما كنت بحبهم في كثير اشخاص أنا... ما بحبوا كاركتر البسين أيه. اي ام دوجي بيرسون نوت كات اوكي وشفيت عليه اخذناه عند الفيتيرينير صار بس غير شفت كيف عم بيلعبوا يعني بيلعبوا ما بياذوا بعض ابدا ايه معودين على بعض وعندي عصافير حتى كانري كانري لبسينة بيروح بيلعب مع الكناري والكلب بيلعب مع الكناري عاري كلهم عاري متفقين عاري مع بعضهم عاري 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 يعني مثل ما بتعودهم بيتعودوا ما عنده مشكلة مية مع غير حيوانات أبداً وهي فرندلي بالبيت وبحب الأولاد وذكي وفاست ليرنر متطلباته كثيرة يعني بتحس الكود تبعه لأنه وبره قصير وسميك هيدا أه هلا عم نشوف الفيديو كمان عم بيلعب مع العصير هيدا بالو أنا بعمل بريدنج للبيردز كناري بيردز وهذا بالو عملت هاند فيدنج اوكي وكان عمره من خمسة ايام لشهر انا ربيته صار بيوقف على ايدنا وكذا عادي كمان مثل ما بتربيهم بيتعود على لكي وعلى لبسانه بيبوسوا بعض ما في شيء شو بده هلا مثلا لكي في طلبات زهق زهق لا تنسى اتنشن <applause> لانك يمكن مجلوق اكثر من اللزوم مغنج اكثر من اللزوم فبتحس انه بده كل الوقت الاتنشن له وبيطلع بعيوني بيقول لي بدنا نطول هون <تصفيق> <تصفيق> في عندنا فيديو رح نحضره هلا رح يقطع معنا خلينا نشوفه كمان بركي بيكون رايق شوي لكي معنا بالاستوديو هيدا فيديو مهضوم عملته بنتك للاكي وقتها كورونا وعملت هيك مثل تكست صغير مم. ومبينين انه مبين عليه توكاتيف يعني إيه إيه. لاكي من النوع الكلاب اللي بيعبروا بالتعوايه وكانه عندهم طريقه بيحكي بس بيحكي بس هلا كل هيدا لانه زهق مم. بده اتنشن بده يقوم بده يمشي بده يبرم وبيضل وبيغني بعد في عنده شو اسمه صور مثلا عنده مشكله بالبات تبعوله مطلات تبوله. اوكي لهلا يعني خرب شيء خمسة ستة مطلات خلص بيكون كل واحد عنده شيء معين في عندك كلاب بحبوا ياكلوا ينتفوا كرتون عندك كلاب بحبوا ينتفوا هذا بينتف بيكون كل شيء شي. من على شي. هاي عنده مشكله بمشايات مرته اوكي هيدي مش... اوكي هيدي تعويض لكي, لكي. بدك اسالك عليك. فيك اضطريت تحطه بمدرسه للكي ولا انت علمته ابدا انا ضد المدرسه ضد المدرسه لأن... ليش؟ شو رايك بهذا الموضوع؟ بالمدرسه هو هون نكسر شو اسمه الباد تبعه امم ليش ما بتحب تاخده على المدرسه؟ ما زال في حدا عم بيهتم فيه اوكي فيكي تعلميه مزبوط، بدك بس طولة بال له بده طولة بال رهيب اوكي تعال نشوف تعال عندي اوكي فهيك. اول ثلاث اشهر شو عذبنا شوي بس بعدين فيري فيري ايزي هي بدك هلا صار عمره ثلاث سنين ثلاث سنين بتفكر انك تجيب له كلب ثاني تحطه معه هلا ولا أبداً. ما, بتت... ما بتقدر وما بجوزه ليش؟ انا ضد البريدنج للكلاب مع انه انت اشتريته ثرو بريدنج ثرو بريدنج بس انا ضد لان مره اذا تجوز خلص بدك ضلك تجوزي حرام لا. في نظريه... هلا في نظريات هلا في نظريات على هذا الموضوع في اشخاص بيقولوا هيك اشخاص بي... عندهم طريقه بفكروا يمكن بي... بطريقه ساينتفك اكثر كل بالنهايه هذا الشيء بيرجع بيرسونال الشيء بيرجع مثل ما الواحد شخص هو كيف عم يربي الكلب تبعه ما فيك يعني هذا الشيء مثل ما عم نقول شيء شخصي انت بتقرر على هذا الموضوع شو بدنا نعرف بعد قصص عن البيجل يعني هلا اليوم للاشخاص اللي عم يحضرونا ما عم يجيبوا بركي هذا البريد عم بيحبوه أهم بس, شي. بس ما بيعرفوا الكاركترز اهم شيء البيجل بالبيت ما فيك تتركيه بده يكون بالليش يعني بده يضل على الليش والا بخرب الدنيا. الدنيا. يعني منو خارج خرج اندور دوغ يعني لازم يكون بركة بيت كبير اه انا عامل بلاي اه بلاي جراوند له اوكي عندنا انتري مسكر بخشب بيقشع مم. وفي غرفه يلي كوكي مم. عند ابني كمان مسكر بالخشب يعني كوكي ما بيقدر يطلع عنده هو ما بيقدر يروح لعنده وعادي بيلعب ولا والعصافير بالبيت حطيتهم معه كلهم مع بعض اوكي كله مع بعض قد ايش بيجيك كومبلمنتس او بيحكوك العالم على البيج تبع لك يعني لك اليوم ما صبغ قلنا بس فيمس يعني عنده البيج تبعه بنتي و... عملته ايه؟ وهي اكثر شيء بتهتم فيهم وعندها فلوز كثير ما شاء الله بتاخذوا كومبيتيشنز بتحسوا بتاخذوا على اذا في شيء كومبيتيشن بيعملوها للكليب شي مره جربت تاخذوا على شيء ما جربت ابدا بعد. ابدا هلا قريبا كمان بده يصير عنا عم ببلش يصير كمان عن جديد يعني قطعنا شوي فتره كورونا هلا راح يبلش يرجع يصير كمان في بيوتي باجنز للكليب اكتيفيتيز يرجعوا شوي الاوت دورز اكتيفيتيز كيفه بالهايكينج بحب يظهر بحب يروح لانه الطبع ما بيتعب ما بيتعب البريد البيجل هن معروفين بحبوا الصيد بحبوا التنكيش بحبوا الطبيعة وكل شيء طبيعة مزبوط مثلا بيعرف نهار أحد أنا بمشي مم. نهار أحد دوري أوكي ساعة ونص ساعتين حسب نمشي بيتي من دبي لآخر دبي مم. ما عنده أي مشكلة كل ما تمشي بس كل ما تمشي بيعمل أكتيفيتي بيوصل على البيت ريق اوكي ما في ارق منه لانه بيجل هي از ما هو البيجل مثل ما كنا عم سبق وقلنا بيحبوا الهنتينج بيحبوا yeah. يمشوا برا بيحبوا yeah. الطبيعه وعنده عضلات رهيبه مجرد ما تاخده انت ويقطع وقت ويطلع كل هالانرجي اللي عنده برا بالمشي وبالركض بيضطر يرجع على البيت بيروق، فنحن <صحيح> <صحيح> عندنا شغله بنقول انه الكلب بالبيت منه رايق، في شيء ما اسمه ما في شيء اسمه كلب منه رايق، في كلب يعني عنده, عنده انرجي بده يفضي بده ذات الشيء للبسينات يعني بيقولوا البسينات اللي بالليل فجأة <صحيح> وبصيروا يكسروا البيت؟ <صحيح> كمان لأنه يعني البسينات نايمين من بكره لعشية وعشية البسينات بيناموا 20 ساعة، يعني عندهم وقت كثير طويل للنوم كرمال يعني كل اهم شيء اهم شيء حتى بالبيت يلي بده يربي بيقول لازم يعمل اكتيفيتي بقلب البيت م. مثلا بنتي تعمل له شو اسمه جو سيرتش في عنده تريتس لانه بيحبوا الهنتين نقعده بدون ليش بدون م. شيء بيقعد بيعرف انه عنده اكتيفيتي بيقعد م. بنتي بتقبل رات السمول تريتس كله بيلاقيه باللحظه اكيد لانه عنده, عنده حسة شام شم رهيبه شم اقوى اقوى من غيره بعض شو اسمه في جنس تاني ابن عمه بكونوا باستن هاونت كان معنا من آه دويك دو اقوى منه ايه. اصلا بيشبهوا بعضهم ايه. شوي ابن عمه بكون كمان كان احكي صار هذا حسنوه ليكون اكتيف اكثر صح الباست هاوند منه لانه تقيل تقيل البوست له أه كبار أه وهو حجمه أه كثير أه كبير أه وفيه تقل أه فما بيقدر يمكن يكون اكتف بس أد عنده حس شم رهيب ايه والجاك راسلز عاده كمان معروفين أه انه بحبوا الهانتنج أه وبيحبوا الشام وبحبوا أه التنبيش يعني كلاب هي كانت كلاب صيد جبناها على البيت بدنا نعرف كيف بدنا نربيها وخارج بيت غير شكل اذا عرفتوا كيف بدكم تهتموا فيه؟ بدنا اول شيء نكون عارفين انه في رولز بدهم يمشوا عليها أه بدك تضهره تمشيه برا بدك تفضي له الانرجي تبعه ويس فرندلي مع الاولاد يعني كمان بدك حسب كل شخص كيف بيعود البات عنده بالبيت يعني بس منه منه شو اسمه جارد دوك ابدا اذا اجى حرامي عندك هو بيفس بفرجي المطرح وين بده مع انه لاحظنا عليه من وقت ما اجى كان عم بيعوي كثير لما يعمل واحد حركات بفكر انه عم بيلعب معه اوكي سو هذه التعويه منو كانت ما بتكون مش دعوة انه مزعوج او ابدا أو شيء. ابدا وصوته كثير عالي يعني صوته يمكن اذا في شيء عنده ايكو مثل بعد الاسد بيجي بيجل مش بيجل بعد الاسد منيحه <سؤال> هيدي جديده أه. بعد الاسد في بيجل <سؤال> أه. اوكي هاي معلومه جديده اذا <سؤال> نعرف شو بدنا نعرف كمان شيء ثاني عنه لكي شو بدك تخبرنا عنه بعد بما انه اليوم اخذ هو الاكسبوجر كله اهم شيء اهم شيء البيجل عنده مشكله بالديناي اللي هي لازم يكون على طول يتنظف لان دغري بيلقط لان دينا مثل باراشوت مع انه م. الدينين تبع البيجل بنلاحظ انهم كبار كبار بس هو ماشي او بيركض مثل باراشوت بدقوا بكل شيء آه بدقوا شيء بعدين اذا فتح بفوت حشره بفوت 100 قصه بنتي على طول آه تهتم فيه اوكي وبعدين اسنانه كل ليله لازم يتفرشى مش بس البيجل كل الكلاب لازم يتنظف الاسنان تبعهم حتى البيجل حتى النفس اكيد أه. وين بينام لكي وين بتحطه؟ أه. غرفه بنتي بالشتاء بالشتاء بغرفه <applause> بنتي مش, مش حالك معه اليوم <applause> مش كل اليوم كل ما يطلع فيك عم بعوّي عليك بالصيفيه بالانتري عنده المطلة تبعيته بينام عليه بس بالشتاء ابدا اوكي بيطلع هيك اصوات حتى يروح عند عبنتي امم تحت الحرام غنوج Yeah. هو انا انبسطت فيك معنا اليوم وتعرفنا على لكى وحبينا نعرف شوي المشاهدين هيك شوي اكثر فكره عن البيجل بركي اللي حدا حابب يجيب كلب ومش عارفين شو بكون جيبه بريد نحن عم نجرب قد ما فينا نعرفكم على البريد ليكون عندكم فكره اكثر واوضح عن الكاركترز لا لتعرفوا شو بدكم تنقوا ويكون البريد المناسب لنا لانه اليوم نحن الكلب اللي بدنا نجيبه مت 15 سنه ما فينا نجيبه ونرجع نكبه وما نعرف شو <applause> بدنا نعمل فيه وعم نضل نلاقي على فنحن عم نجرب قد ما فينا نكون في Uh, spreading نكون في توعيه توعيه على الموضوع نحكي بمواضيع خاصه بهذا الشيء واكيد نعرفكم على كل البريز الممكنه وتعرفوا على كاركترات مهضومين كرمال تعرفوا شو بدكم تجيبوا ليبقوا عندكم هال 15 سنه وتكونوا حابينهم، يعني انت لانك بتحب البيجل رح جبت بيجل وهي لكي هيز لكي تو هاف جود فاميلي عم تهتم فيه. فهيدا فهيدي كانت فكرة باتس لليوم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي حكيناها عن البيجل، اذا على تفوتوا على البيتش تبع لكي اسمه لكي ذا فاني فاني بيجل فاني بيجل على انستغرام، فيكم تفوتوا وتشوفوا صوره والفيديوز المهضومين ويكون عندكم فكره اكثر، رح نروح فاصل صغير وبنرجع نكمل بفقراتنا.